الاعتداءات الاسرائيليه على غزه ومدن الضفه، وكذلك ما تشهد تشهده القدس الشرقيه من اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمره على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه ومنها المسجد الاقصى. وهو ما ينذر بتدهور خطير يجب على الدول الفاعله ومنها اعضاء مجموعه ميونخ العمل وبشكل استباقي على احتوائه بل ووقفه قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها إن اجتماع اليوم يعكس الأولوية التي نوليها للقضية الفلسطينية رغم ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات سياسية واقتصادية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط نتيجة العديد من الأزمات ال وال اخرى ومنها ازمه السودان، ولكن ايضا في القاره الاوروبيه بسبب الازمه الاوكرانيه، والتي القت بتبعات شديده الوطاه على كافه دول العالم. لقد تحمل الشعب الفلسطيني لظلم تاريخي على مدار العقود الماضيه. اننا نطالب المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه ايضا مسؤوليه سياسيه وقانونيه وانسانيه. فيما آلت إليه الأوضاع الشعب الفلسطيني بأن يبدي ذات الحماسة والتصميم لمعالجة تلك القضية العادلة كما أبداها بالنسبة للأزمات القائمة الأخرى ولعله من المناسب اليوم أن أكرر إدانة مصر للعمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أطفال ونساء وأن أؤكد أن استمرار هذا السلوك إنما يهدد الأمن الإقليمي ويطيح بآمال التعايش والاستقرار في المنطقه، ويقود الى ردود فعل من التصعيد والدوائر المفرغه من العنف المتبادل. لقد مثل اجتماع مجموعه ميونخ فرصه لاستعراض الجهود التي بذلت خلال الفتره الماضيه لتهدئه التوتر العسكري والميداني في الاراضي الفلسطينيه، وسبل العمل على تقريب وجهات النظر وفتح حوار مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي كان آخرها الجهود التي بذلت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين جمع كلا من فلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ عدة سنوات وأؤكد أن الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد بما في ذلك في سياق الأحداث الأخيرة بقطاع غزة سواء ما اعترف النزاع أو المجتمع الدولي من أجل التهدئة وسعيا لاستئناف العملية السياسية هذا ورغم ما نبذله من جهود مضنية إلا أن تلك الجهود ما زالت لم تؤتي ثمارها ونتائجها المرجوة وعلى ضوء ما سبق فإنني أدعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة والرعية لعملية السلام للتدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام من قبل الأطراف المؤثرة والعمل بشكل جاد على وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين إن مصر ورغم كافة العقبات والانتكاسات التي واجهت الجهود المضنية ورغم كل ما نشهده تشهده المنطقه من تغيرات في الاحداث والمواقف ما زالت على موقفها القائم على ثوابت لا تقبل التغيير متمثله بانه لا حل لهذه القضيه سوى من خلال الطريق الطرق السلميه الهادفه لانشاء الدوله الفلسطينيه القابله للحياه والمتصله جغرافيا على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتؤكد أننا نستمر في بذل قصاري جهودنا من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال التواصل المباشر التواصل المباشر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي سياق عملنا العربي والدولي المشترك